ماشي مفيش مشكلة. طيب عايز ارسم الجريد، هدخل في ليفل 1 اهوت وابدا ارسم الجريد زي ما رسمنا المره اللي فاتت. جريد انت عايز تعمل ناحيتين، ده مش مشكله هقوله تعمله دلوقتي. طيب لو انا عايز اتظهر من ناحيتين، احنا قلنا مره فاتت تعمل سيلكت على اي جريد وهتلاقي مربع صغير كده تحت، هتدوس عليه هيبدا يظهر لي الناحيه الثانيه. يعني اعمل سيلكت على اي جريد او حتى في الليفلات لو عملت سيلكت على اي ليفل هيبدا يظهر لك الناحيه الثانيه مربع فاضي، بدوس عليه هي نفس التاوامر. بص احنا اللي شغالين هتلاقي نفس الاوامر هي بدات تتكرر نفس الفكره. طيب لو انا عايز في كلهم يظهروا نفس الجريد، يظهر الدوريه دي هدوس على اي واحد فيهم وهدخل في ايديت تايب. ايديت تايب لما بقول له ايديت تايب يبقى اللي انا هعمله هيحصل في كل الفاميلي اللي زيها بالظبط. تمام، يعني لو انا عندي حيطه وعدلت في ايديت تايب هتعدل في كل الحوائط اللي زيها. ايديت تايب وهتلاقي فيه هنا عندي حاجه اسمها بلان فيو سيمبل اند 1 وبلان فيو سيمبل اند 2. انا علم عليهم هما الاثنين واقول له ابلاي، هتلاقيهم ظهر فوق وظهر تحت. تمام، طيب لو علمت على لو شلت العلامه من رقم 2 وقلت له ابلاي هيتظهر تحت وتكتب فوق. طيب الناس معايا؟ طيب انا عملت سيلكت على الجريد في مربع فوق اهو، دوست عليه بدات تظهر فوق. طيب لو انا عايز تظهر فيهم كلهم بعمل سيلكت على واحد فيهم وادخل ايديت تايب والاقي بلان فيو سيمبل اند 2 واروح معلم عليه كده كلهم هيظهر فوق وتحت. تمام، طيب عايز ارسم الناحيه الثانيه بقى جريت وابدا اقول له ده حرف ال A. هو على فكره الريفت بيكتب عربي من غير مشاكل، ممكن اعمل سيلكت واقول له كوبي وابدا اخده كده كوبي. تمام، يعني ممكن تقعد تكتب كوبي وهو بيبدا يعمل لي A B C ويبدا هو ياخد الارقام. طيب ممكن اقول له جريت، في امر ممكن نستفاد منه اسمه بيك لاين وبعد كده اوفست. بيك لاين واوفست مثلا 1000 مثلا، يعني ايه؟ يعني الخط اللي هعمل عليه بيك هو يعمل لي حاجه على بعد متر مثلا. تمام، خليها مثلا 5 كده. انا بعمل بيك لاين بس هو بيعمل لي اوفست وبيرسم خط تاني على مسافه 5 متر بالشكل دوت.
يبقى انا عندي فوق بدل ما برسم باللاين برسم بالبيك لاين. بيعمل حاجه زي الاوفست. لما بيجي ارسم جريد بلاقي عندي لاين وبلاقي بيك لاين. بيك لاين لو اختاره ممكن تختار معاه اوفست. تمام؟ الاوفست دي معناها ان هو هيبدا يعمل اوفست. انا لا احنا هات. انت شاطر من انت؟ طيب دلوقتي عايزين نبدا نرسم حائط زي ما احنا رسمنا امبارح. فهاجي طيب دلوقتي هنرسم حائط. انا هاجي هنا في الوول واقول له انا عايز ارسم اركتكتشر وول. فلو دوست هنا في القايمه هلاقي انواع كتيره من الحوائط، وهلاقي بعد كده في نوع اسمه كيرتن ونوع اسمه ستاكت. هناخد واحده واحده. اول حائط بيظهر لي وعايز ارسم مثلا غرفه مثلا بالشكل دوت. طيب اول ما رسمت اظهر لي قفل مفتوح كده. اول ما رسمت ظهر لي قفل مفتوح. قفل مفتوح ده يعني انا اقدر اربط الجريد مع الحيطه. لو الجريد اتحرك الحيطه تتحرك معاه. تمام كده انا قفلت. لو حركت الجريد الجريد الحيطه كلها تتحرك معايا. يعني ارسم ارسم اي حيطه. اي نوع من انواع الحوض. تاني عايز ارسم بقول له وول، وبعد كده ببدا ارسم على الجريد. هو بيبدا يظهر لي قفل كده على اساس ايه يربط لي الحاجات دي مع بعض. معنى كده ان لو الجريد اتحرك الحيطه تتحرك معاه. ايوه الله يعافيك. اللي فات دي دوس عليه. Gracias.
طيب انا همسح الحواد دي تاني وارسمها. طيب ممكن لو انا برسم حته لوحدها هناخد شويه اوامر من اوامر الاوتوكاد. بص كل ما برسم حته بيبدا يظهر لي الاف ده. طيب لو انا استخدمت امر من الاوتوكاد زي الاين ال اللي هو الاين اللي احنا عارفينه اللي هو بيعمل محاذاه، واخترت الجريد وبعد كده اخترت الحيطه. طيب الحته دلوقتي بيجيب لي الحافه، لو انا دوست على الحافه خلاص انا كده ربطت الحافه بتاعت الحيطه مع الجريد. طيب لو انا جيت هنا ودوست جريد وبعد كده جيت على الحته دي ودوست تاب واخترت الحته اللي هي في النص كده عمل لي ايه؟ كده ربط لي الجريد بالحيطه من منتصف الحيطه تاني انا اهو هلغي ديت. طيب انا عايز اعمل ربط بين ال الجريد والحيطه الاين وعلمت على الجريد وبعد كده جيت على الحيطه دي وعلمت عليها من الجنب تمام وقلت لهم الاتش ورحت ايه اف خلاص كده لو انا حركت الجريد هتحرك معايا. طيب لو انا عايزها من النص هقول له الاين واختار الجريد، لما اجي اعلم على الحيطه بيعلم لي فين؟ على على الحافه، فبدوس تاب عشان اعلم نص الحيطه. كده انا ربطت الجريد بنص الحيطه. بتدوس تاب، هي تاب ده استخدمت كده وعندك كذا عنصر وعايز تختار اختيار غير الاشتراكي او غير الديفولت تمام. Thank you.
ما انت كنت قدامه ايش طيب دلوقتي لو عايز اعمل عايز اغير حاجه في الحيطه عايز اغير حاجه في الحيطه تمام طيب الناس معايا طيب هعمل سيلكت الحيطه وغلب دلوقتي انا عايز اعدل بخصوص الحيطه انا عملت سيلكت على الحيطه تمام بلاقي هنا الاول حاجه بلاقيها عندي الارتفاع بتاع الحيطه من الدور الكام للدور الكام يعني تخش الخصائص تلاقي ايه بيس كونسترينت بيقول لي من ليفل 1 فممكن تقول له لا انا عايزها مثلا من ليفل من البيزمنت من اي ليفل انت عايزه الحيطه دي انت عايزها من دور كام لدور كام يعني ممكن اقول له مثلا دي ماينص 500 فهينزل 500 من عند الفيل من عند ليفل 1 او ممكن تقول له بلس 500 زي ما انت عايز تطلع بلس زي ما تمام ما حسب بقى انا بال انا شغال بالمليمتر طيب ممكن بعد كده تلاقي حاجه اسمها توب كونسترينت دي اعلى حاجه في الحيطه ممكن تطلع وتنزل يعني ممكن تخلي الحيطه بتاعتك في الدور الثاني في الثالث زي ما انت عايز طيب انا عايز اعدل في شكل الحيطه نفسها عايز اعمل شكل بتاع الانترو ديزاين بتاع شكلها جميل ده فاعمل سيلكت عليه وادخل على حاجه اسمها ايديت بروفايل ايديت بروفايل يعني هغير شكل الحيطه نفسها ممكن تخليها على شكل مثلا دوريه زي ما انت عايز هتقول له ايه البروفايل ايه طيب هعلم على الحيطه واخش اقول له ايه البروفايل وبعد كده بيقول لي انت ما ينفعش تعدل مش هتعرف تعدل الحيطه من دوره البي لازم تبص عليها من 3 دي او تبص عليها من سيكشن او تبص عليها من الفيشن عشان تقدر تعدل شكل الحيطه فهو هيفتح لي الفيشن ينفع اعدل فيه فاقول له اوبن فيو فبيقول لي ده شكل الحيطه تمام لاحظ ان هو شكل مغلق لاحظ ان هو شكل مغلق لو انا رسمت اي شكل مغلق هو الشكل المغلق ده هيعتبره اوبلي لو انا رسمت خط او حاجه مش مغلقه مش هيقدر يسيب طيب يعني لو انا جيت كده وقلت له ارسم لي دوريتين دوريه ودوريه وقلت له كلوز عمل ايه عمل لي فتحات
يعني لو جيت هنا من اللي هي الفيو ستايل واخترتها شديد، خليني اقول له اجل الايمج، هتلاقي ان الحيطه بقى فيها اوبليف. تمام، دي الفكره. طيب لو انا عملت كده سيلكت ودخلت وقلت له اديت بروفايل وبدات اعدل فيه، يعني شلت الخط اللي فوق دوت وبدات ارسم اقواس بالشكل ده، هيوافق عليه لو هو الشكل اللي انا قفلته. انا لو قلت له دلوقتي اقفل هيرفض. ليه؟ عشان الخط ده مش قافل مع دوت، مش كلوز. فانا لو قلت له عايز اقفله، في امر هو زي ما انتم شايفين اسمه تريم من اوامر الاوتوكاد برضه، تريم، اقول له اقفل الخط ده مع الخط ده واقول له اوكي. تمام، ففعلا رسم لي الحيطه بالشكل اللي انا عايزه. ماشي، طيب لو انا عايز ارجعها زي الاول هقول له ايه؟ ريسيت بروفايل. ريسيت بروفايل يعني هيلغي كل التعديلات اللي انا عملتها. تاني، لو انا موجود اهو في البلان وعايز اعدل في حته معينه، اي حته، بعمل سيلكت عليها واقول له اديت بروفايل. وبعد كده ده شكل مغلق، طول ما انا شغال لازم احافظ على الشكل المغلق ده، ممكن تعمل اوبننج جواه بالشكل دوت. تمام، هيوافق عليه. امتى هيعترض؟ لو انا رسمت خط مش كامل او ما قفلتش الشكل بتاعي. ممكن اجي هنا والغي كل الخطوط اللي هنا ديت وابدا ارسم انا حاجات زي ما انا عايز، زي شغل زي حديد مثلا او اي شكل بالشكل ده. تمام، خلصت. ممكن تقول له ريسيت بروفايل، يروح ايه مرجعك الشغل بتاعك زي الاول خالص. الناس تجرب والحل شكرا.
صبات طيب نكمل. طيب نعم او بتقدر تعمل بس لو انت في البرنامج بتبقى صعب انك تعمل. طيب الحيطه اللي احنا بنرسمها دي الحيطه اللي احنا بنرسمها انا عايز اضيف كذا لاير، يعني عايز يبقى في لاير للفينش يمين ولاير للفينش شمال، يعني مش مجرد تبقى خبله واحده. طب لو رسمنا الحيطه ثم 200 ملي انا عايز ارسمها وفي فينش على اليمين وفينش على الشمال، اضيف ماتيريال بالاخضر مثلا ماشي؟ الناس ماتيريال صغير. طيب طيب هعمل سيلكت على الحيطه، هعمل سيلكت على الحائط اهو، وبعد كده هدخل على ايديت تايب، وبعد كده هدخل على الاستراكشر وهبدا اضيف لاير للفينش، يعني هقول له انسرت ضيف لي لاير اهيت. تمام السمك بتاعها بزيرو، ممكن تكتب بقى السمك بتاعها مثلا ب 5 مللي او 50 مللي مثلا 10 مللي 20. لا لا انا مش بتكلم على الحيطه، انا بتكلم على الفينش الدهان بلاستر 20. بلاستر 20 ماشي، البلاستر 20. طيب وهنا هختار ان هو ده يبقى فينش. تمام وهاجي هنا في الماتيريال
وهبدا اختار مثلا بلاستر او اختار اي ماتيريال. يبقى انا بختار ضفت لاير جديده وضفت السمك بتاعتها وضفت الفينش بتاعتها. الناس بس تركز معايا، اول ما اخلص هناخد وقت الناس تعمل ايه عايزاه. مثلا هخليه مثلا جبسون بورد وول مثلا اهو. اوكي، يبقى انا كده عندي الحيطه بتاعتي اهي، دي الحيطه وده الفينش بتاعها اللي هو الناحيه دي. لو لاحظت فوق بشاور على ايه؟ على الاكستيريور. ده الجزء بتاع الاكستيريور، الجزء اللي جوه ده الانتيريور. تمام، فممكن اعمل انسيرت واقول له اخلي دي فينش وهديها 20 واخليها داون بره، والفينش دي اخليها اب واخلي دي 20 20 وده فينش، وابدا ادي له اي ماتيريال تاني. هقول له مثلا خلي ده مثلا انتيريور وول مثلا. اوكي تمام، هعمل الحاجات دي كلها تاني، يعني بس تركز بس معايا وهنعملها تاني. هقول له اوكي. اوكي تمام. طيب انا حاليا انا مش شايف اي تعديل حاجه خالص، انا شايفها كلها حته واحده. طب عايز اشوف التعديلات ديت. شايفين الزرار اللي تحت اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح؟ تحت خالص اللي جنب الرقم اللي هو 1 ل 100 دوت، بدوس على الديتيل ليفل، بلاي كوارس وميديوم وفاين. الكوارس اقل دقه، كل الحاجات زي بعض. فاين هيبدا يفرق لي بينهم. طيب في ال، لو تلاحظ خلاص ده الفينش حيطه فينش وده فينش حيطه فينش. تمام، هنعملها تاني، انا هعملها تاني دلوقتي وبعد كده ايه الناس كلها تعملها. اهي الوول اهي، اخترت مثلا الوول نوع تاني من الحوائط، عايز اغير الماتيريال اللي فيه واضيف الفينش، عملت سيلكت عليه ودخلت ايديت تايب، هلاقي ستراكشر ايديت، وبعد كده هقول له انسيرت، عايز اضيف فينش فوق وفينش تحت. قلت له ده فينش، قلت له اب، واضفت لير ثانيه سميتها فينش داون، واخلي دي مثلا 20 20، وبعد كده هغير الماتيريال اي بقى ماتيريال انت عايزه. تمام، قلت له اوكي. اوكي هيبدا يظهر عندي الحيطه بالفينش فوق وفينش تحت. الناس تعملها واللي عنده مشكله يقول لي. انا وصلت فتحت الشباك وسكرت الباب. طيب الناس معايا؟ الزبدة دي عليها برقم، الزبدة دي رقم
وقول له ريفيو. طيب الناس معايا؟ كمل. انا ده طيب هنكمل بس على الزوم. طيب هاجي اقول له هنا وول اركتكتشر وول اركتكتشر وانزل اختار نوع تاني من انواع الحوائط مثلا الكيرتن وول. الكيرتن وول هو عباره عن حته زجاجي وممكن يكون فيها فوق. طيب هقول له كيرتن وول وابدا ارسم كيرتن وول. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الكيرتن وول ديت في 3 دي، عايز اشوف الكيرتن وول دي لوحدها في 3 دي، هعمل ايه؟ هدوس على الكيرتن وول وهدوس هنا في الفيو في حاجه اسمها سيلكشن بوكس، الزرار اللي فوق دوت سيلكشن بوكس، لما بدوس عليه هيبدا يجيب لي الكيرتن وول دي في 3 دي لوحدها بالشكل دوت. هو بيعمل ايه؟ بيعمل بوكس حوالين الشكل اللي انت عايزه. يعني لو انت عندك مشروع كبير وده الدكتور ممكن تعمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايزها وتقول له ده فنك في الجزء دوت. طيب ده الكرتون اللي موجود معايا، عايز مثلا او ده الزجاج، لو انت عايز تخش تعدل فيه هو في اعدادات اكتر من الجول بكتير. ماشي. طيب خلينا ممكن تعمل مثلا كرتون جريد، يعني تقسمه كرتون جريد اهيت، وابدا اقول له قسم لي واحد، احط لي كيرتن جريد اهو وكيرتن جريد اهوت وكيرتن جريد وكيرتن جريد. طيب عايز ابدا احط بقى الميلينيوم جواه، ممكن تقول له بقى كيرتن جريد. ماشي. وتقول له انا عايز احط مثلا كيرتن هنا هنا وهكذا. بتعمل تقسيم للزواج بدل ما هو يعني حته لوحدها. تمام. هنعيد كل الكلام ده دلوقتي حالا قبل ما الناس تطبق. تمام. طيب خلينا ممكن اعمل طريقه ثانيه اوتوماتيك، يعني عندي طريقتين، طريقه مانوال ان انا هقول له ميلينيان وابدا احط الكيرتن وول بتاعتي. ماشي. الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه ان انا هخليها اوتوماتيك، يعني هو هيبدا يحسب المسافات ويبدا يعملها. اعلم على الميلينيان واقول له ايديت تايب، بلاقي ان هو هنا بيقول لي فيرتيكال جريد وهوريزونتال جريد، فيرتيكال وهوريزونتال، وبيقول لي نان، انا عايز يعمل لي توزيعات للميلينيوم الموجود. فاقول له خلي فيه فيكسد ديستانس، مسافه ثابته متر ونص مثلا. تمام. هيبدا يعمل ايه؟ هيعمل كل متر ونص يبدا يعمل التقسيمه بتاعته بالشكل دوت. خلينا نسحب كده الميلينيوم دوت، نقدر كل ما تكبر معاه هو هيبدا يحط يعدل في الجزء بتاعه. طيب تاني هرسم واحد جديد ونبدا نعمله مع بعض. او ليفل 1، ليفل 1 هقول له انا عايز الوول اللي نوعها اركتكتشر اللي نوعها كيرتن وول، وهبدا ارسم. انا رسمت اهو كيرتن وول وهبدا اشوفها في 3 دي. عايز انا ممكن اقسم من خلال الاركتكتشر، هقول له اعمل لي كيرتن جريد بالشكل دوت. تمام. وبعد كده هقول له حط لي الميلينيوم بالشكل دوت. كده هو عمل لي التقسيمه بتاعت الحيطه الازاز. طيب في اسلوب تاني ان انا ما اعملش كل الكلام دوت، لا ان انا هعمل سيلكت عليه وهدخل في الايديت. طيب هلاقي عندي حاجتين فيرتيكال وهورزونتال. الفيرتيكال ممكن يعملوا لي بايه؟ بفيكسد ديستنس، يعني مسافه ثابته متر متر ونص هكذا. ممكن اقول له لا فيكسد نمبر، هقول لك عدد معين وامشي عليه، هقول له مثلا اعمل لي خمس حتت او اربع حتت. تمام. ماكسيموم سبيس او مينيموم سبيس، اقول له اكتر حاجه او اقصى حاجه. فانا ممكن اقول له فيكسد ديستنس، واللي تحت دي هقول له فيكسد نمبر. الرقم لما قلت له فيكسد نمبر ما ادانيش تعديل، بس اداني ايه؟ لو اديته فيكسد نمبر هتلاقي حاطه لي بره اهي. لا هتلاقي في الهورزونتال اللي تحتيه اربعه، بدل الاربعه دي هخليها خمسه. تمام. يبدا يغيرهم لي، اخليها اثنين مثلا، يبدا يعملهم لي اثنين. تمام. حط لي اثنين هم ديت ودي.
ماشي؟ لو قلت له واحد هيقسمهم لي في النص بالظبط. تمام؟ فالناس تجرب الموضوع الكيرفي مول ده. الله طيب نكمل. طيب لا احنا لسه طيب هناخد نوع ثالث من انواع الحوايج. احنا خدنا الحته العاديه وخدنا الحته الكيرتن وناخد الحته بقى ايه السفاج. السفاج يعني ايه؟ ساعات كتير بنبقى احنا عايزين نرسم الحيطه تحت خالص بتبقى عريضه فوق بتبقى طيها ارفع وكده. يعني عندي نفس الحيطه بس مكان مختلف. تمام؟ فدي اللي احنا هنعملها دلوقتي. هاجي هنا في ليفل 1 واقول له انا عايز الوول دي ارسمها اركتكتشر وابدا اقول له انا عايز ارسمها ستاك دول. يعني ايه ستاك دول؟ يعني السمك بتاعها هيختلف كل مره بطلع. طيب عباره عن ايه؟ بدخل ايديت طيب بلاقي ما فيهاش اي خاصيه خالص غير خاصيه واحده اللي هي الاستراكشر. بدخل على الاستراكشر. زمان احنا كنا بناخد ايه؟ بقول له حط لي دهان بتاع. لا هنا العكس، هنا بيقول له ايه؟ اختار نوع من انواع الحوايط وضيفها لي. يعني دي نوع من انواع الحوايط ودي نوع ثاني. عايز اضيف نوع ثالث. الحوايط اللي احنا عملناها قبل كده هو بيبدا يحطهم في بعض، بيحط في حته مثلا معينه في سمك معين وفوق يغير السمك بتاعها وهكذا. هقول له انسيرت هيضيف لي نوع ثالث. النوع ده اقدر اغير اسمه من هنا لاي نوع من الانواع ديت. الحوايط اللي هي النورمال العاديه بيبدا يجيبها لي هنا، فابدا اختار النوع اللي انا عايزه. وابدا اختار الارتفاع بتاعه، عايزه مثلا يبقى كام متر؟ متر مثلا. تمام؟ طب الاوفست عايز تزيحه يمين تزيحه شمال زي ما انت عايز. تمام؟ فليب هتعكسه. يعني الانتريور هيبقى اكستريور والاكستريور هيبقى انتريور. تمام؟ تاني. هاجي هنا هقول له من اركتكتشر انا عايز وول. اركتكتشر. عندي نوع اللي اسمه ستاك وول. هبدا ارسم الوول ديت. اهو. لو دخلت في 3 دي هتلاقيه بالشكل دوت. ده حيطة ودي حيطة ثانية ودي حيطة ثالثة. طيب لو عملت سيلكت وقلت له ايديت طيب ودخلت هلاقي استراكشر هعلم عليه. هيقول لي دي ثلاث انواع اللي عندك. ممكن اقول له انسيرت وابدا اختار اي نوع ثاني. وبيبدا اقول له الارتفاع المفروض يبقى كام؟ المفروض مثلا ده اول اللي تحت خالص مثلا مترين، اللي فوقها مترين وهكذا. تمام؟ فبتبدا تختار الارتفاع. تمام؟ بالشكل دوت. فجربوا جربوا الحته ديت واي حد عنده مشاكل يقول لي. هتلاقي اخر واحده خالص، يعني لما اقول وول اركتكشر بيديني ثلاث حاجات، حته عاديه او حته ازاز او ستاكت. يعني انا بقول له هنا وول واختار وول عاديه واختار بعد كده
اللي هي اخر واحده اللي هي ستات، بيبدا يرسم لي حيطه ومكسر طبقه. تمام. طيب هنعمل دلوقتي طيب هنكمل معايا الجروب. طيب هبدا احط باب وشباك زي ما عملنا المره اللي فاتت. حطينا مثلا باب وحطينا مثلا شباك ويندو. طيب لو انا جيت على قائمه موديفاي، طيب لو انت جيت على قائمه موديفاي الاوامر دي سهله جدا وهناخدها واحده واحده مع بعض. تمام. عندي امر اسمه بن وامر اسمه ان بن، بن وان بن، وعندي ديليت. طبعا ديليت يعني هتلغي، ديليت شرح نفسها، بن يعني هثبت الحاجه. يعني لو قلت له مثلا الشغل ده اهوت بن، معناها ايه؟ عمل لي قفل كده، لما اجي اتحرك حاجه ما تتحركش معاك. لو انت عملت شغل ومش عايز تغير فيه بدون ما توصل اعمل له بن، يعني خلاص انت متاكد ان الشغل ده سليم بعمل له بن على اساس ايه؟ ما حدش يلعب فيه او ما حدش يغيره من غير ما يقصد. لو انا عايز افكه هاجي هنا واقول له ايه؟ ان بن. طيب في امر هنا مثلا، كل امر ده هناخدها يعني كلها اصلا كلها مش محتاج شرح يعني، بس عندي امر هنا اسمه تريم اند اكستند.
تريم اكستند بيعمل ايه؟ بيعمل امر فيلت، يعني الحته دي مع الحته دي. لما انا اخترتها قال لي خلي بالك ان كان في جوين قبل كده وفي حاجات مربوطه، بقول له ايه انجوين اليمنت. خلاص يعني ده. طيب خلينا نرسم حته جديده قول اهي، وحته ثانيه هنا اهي، واقول له تريم بالحته دي والحته دي، هيبدا يعمل لهم فيلت. هو انا بسميها تريم. دي كلها من قائمه ايه؟ موديفاي. كل امر موديفاي سهله جدا وبسيطه. خدنا مثلا امر اسمه تريم، في امر ثاني اللي هو تريم اند اللي هو تريم اكستند سنجل، بقول له انا عايز الخط ده، ده الاساس بتاعي، وعايز الخط الثاني يكمل لحد ما يوصل له. تمام؟ يعني انا عندي خط وعايز يوصل له، ده الامر اللي هي الموديفاي بتاعت اوتوكاد. هيجيب لي رساله غلط دلوقتي. ايه الغلط اللي حصل؟ حد يقدر يقول لي؟ لا ان في حاجتين في بعض، يقول لي في حاجتين في بعض، فده معناه ايه؟ معناه ان لما يجي الفصل يديني رقم غلط. فبيقول لي كده الرساله بتقول لي هايلايت وول اوفر لاب، يعني في حاجتين في بعض. تمام؟ هو بينبهني لو انا حطيت عمودين في بعض هيبدا يقول لي خلي بالك ان في عمودين موجودين واعمل لي تكرار، هيبدا يجيب لي رسائل خطا ويبدا يجيب لي ريبورت بالمشاكل دي. تمام؟ طب اعمل ايه؟ ممكن الغي واحده فيهم، اعمل سيلكت على دي مثلا واقول له دي ديليت. طيب عندنا امر مثلا هو امر الاين. امر الاين اللي احنا خدناه ممكن تعلم مثلا على حاجه زي الجريد دوت وتقول له خلي الحته دي تيجي هنا، فجت بس قال لي نفس الرساله، قال لي ان في حتتين فوق بعض. ماشي؟ في امر اسمه اوفست. اوفست متر مثلا، ده هيعمل ايه؟ هيحرك الحاجه دي يكررها لي متر بالشكل ده. عندي اختيارين جرافيكال ونمبريكال. نمبريكال يعني هكتب له الرقم، جرافيكال يعني هعلم على الحاجه وادوس مثلا مسطره او انتر. جرافيكال اوفست، جرافيكال علم على الحاجه اختارها وبعد كده ايه اسحبها المسافه اللي انت عايزها. علمت وبدات ايه اسحب المسافه اللي انا عايزها. نمبريكال اسهل. ليه؟ لان انت بتدي له الرقم بالظبط. طيب في اختيار جنبيه اللي هو كوبي، يعني انت ممكن تعمل اوفست وتلغي الحاجه القديمه، يبقى انا كده معايا نسخه واحده. يعني انا لما اقول له اوفست دلوقتي واشيل وانا شايل علامه كوبي هيعمل لها موف. تمام. طيب هناخد امر بسيط وبعد كده نبدا نكرر. طيب بص في حاجه ثانيه اسمها ميرور. ميرور يعني ايه؟ هيبدا يعمل ميرور للحاجات دي، يعني انا هعمل سيلكت مثلا على الحاجات ديت وبعد كده هقول له ميرور. عندي امر ميرور بالاكس، بختار اكس مثلا هو يعمل ميرور حواليه زي الاوتوكاد بالظبط وزي السكتش اب وزي السي دي ماب كل البرامج. ماشي؟ عندي حاجه ثانيه اسمها ميرور درو اكس، يعني اعمل سيلكت على الحاجه وبعد كده ارسم الاكس. انت اللي ترسم الاكس وبعد كده هو يعمل. الاولاني لازم يكون في خط مرسوم اصلا جاهز، الثاني لا ترسم انت الخط زي ما انت عايز. تمام؟ جربوا الامر ديت، امر سهل خالص زي الاوتوكاد بالظبط. اول موديفاي، فاهم موديفاي؟ ايوه اخر اخر واحده موديفاي. تمام؟ الامر دي طول ما انت شغال استخدمها. اي حاجه بتستخدمها Thank you.
طيب خلاص شنو المصح بيك المصح إبراهيم كود الذهبي لا تفكير غطرة ما غير ينشر شد يشير حقه إلى هالوصل يحتمل الحاصل ما تعصيب مستحيل استغفر الله العظيم والله بجد فيه صح ممكن نكتب داخل ايوه فيه هتلاقي حاجات سهلة قوي يعني. طيب طبعا احنا عندنا امر موف مش محتاج شرح. موف بتبدا تقول له حاجه اسمها كونسترين. كونسترين معناها ايه؟ ان انا كان داس اف 8. كونسترين معناها ان انا داس اف 8 ان هو يبقى ايه؟ لا اما اوف تي لا اما اس. نعم. طب الشاشة ظهر عندكم؟ الشاشة ظهر هون أمام المكتب اللي هون في زوال. طيب نكمل. طيب هتلاقي أمر مثلا زي كوبي. تعالي ناخد كده كوبي. يعني أمر بسيطة خالص. عملت سيليكت وقلت له كوبي. هيديني أمر اسمه كونسترين. كونسترين معناها إن هو أفق ورأس بس. وفي أمر اسمه مالتيبل يبقى أنا هعمل كوبي أكتر من مرة. واحد اثنين ثلاثة. بيفضل يكمل معايا. لا كونسترين معناها اف 8 حرك اوبت وراس اللي هو 90. الثانيه اسمها مالتيبل اللي هي ان انا اعمل اكتر من مره. طيب بعد كده هختار امر مثلا روتيت. امر روتيت بقول له ان انا عايز مثلا الف بزاويه مثلا لما تكتبها لما تحرك الماوس. طيب ممكن وانا بقول له روتيت بختار حاجه هنا. شايف العلامه دي؟ العلامه دي ممكن اختارها اقول له روتيت العلامه دي ابدا انقلها واقول له اعمل لي روتيت في النقطه دي. فهو كده بيلف حوالين النقطه اللي انا اخترتها. اعمل سيلكت واقول له روتيت. في نقطه بتظهر كده المفروض هيلف حوالين نفسه. لا ممكن اقول له خليك مثلا تلف من النقطه دي فيلف من حوالين النقطه اللي انا اخترتها. روتيت وببدا اختار النقطه اللي هيلف من حواليها.
نعم ريفرنس تحت ريفرنس بوينت. طيب ممكن اختار كده واختار حاجه اسمها الري. في الري اهي الري. الري ده يعمل ايه؟ هيكرر لي الحاجه. هو بيديني كذا اختيار نفس اوامر الري الموجوده في الاستاذ تقريبا. تمام الري اخترت الري فبقول له كررها لي مثلا 8 مرات وبقول له هديك اول نقطه وثاني نقطه اول نقطه اهي وثاني نقطه اهي فيبدا يكرر لي الحاجه ومديني رقم. الرقم ده ممكن في اي لحظه تقول له خليهم 4 يبدأ يكرم لك 4 مرات بس. ممكن تقول له خليهم مثلا 20 فيبدأ يكرر لك الحاجة زي ما انت عايز. والمسافة ثابتة يعني ممكن تعمل سيليكت على واحد فيهم وتحركهم يبدأ هو ايه يحركهم كلهم. هو لسه عاملهم حاجة زي جروب كلهم جروب مع بعض. حتى فوق لما هتبص هتلاقي مديك ايد الجروب فتدخل تعدل في جروب ان جروب يفك لك الجروب دوت. ايد الجروب هيفتح لك كده زي الاوتوكاد تقدر تعدل تخلي ده مثلا كده كده بالشكل دوت وتقول له فينش. هتلاقي كلهم بدأ يتاخد نعمل لهم موف لنفس المكان. طيب ممكن ايه ناخد حاجه ثانيه واقول له ان انا عايز اري. تمام اهو ممكن اقول له هديك اول نقطه واخر نقطه يعني دي اول نقطه ودي اخر نقطه وانا عايزهم كام واحده. لو عملت سيلكت على الجروب هديك اثنين هديك اثنين خليها 5 مثلا. خلي بالك المره دي بقى العكس يعني ملتزم باول نقطه واخر نقطه اللي في النص هو اللي بتغير. ممكن تخلي ده مثلا 10 فيبداوا ايه يبقوا قريبين قوي من بعض بالشكل دوت. ممكن تختار واحد كده وتبدا تحركه كده يبدا كلهم يتحركوا بالشكل دوت. تمام طيب ممكن بقى ناخد عنصر كمان اهو ونفس الامر اللي احنا شغالين فيه اللي هو اسمه الري. ممكن اقول له لا ده انا عايزها راديال يعني ياخد الشكل ده وياخده على شكل دايره. طيب شكل الدايره دوت كام عنصر؟ خليهم مثلا 4. نقطه المركز فين؟ زي ما عملنا قبل كده الريفرنس بوينت بتاعتي بنقلها هنا مثلا. تمام وابدا اقول له حركهم لي مثلا بزاويه 170 فيبدا يعمل لي 4 عناصر يلفوا حول النقطه بتاعتي. واضح امر الري؟ طب هو نفس الامر في الكيك. ايوه بس سهله بس هتلاقي طول الوقت بتستخدمها في اي حاجه انت بترسمها. طيب امر سكيل مش في كل الحاجات بيشتغل يعني مش في كل الاوامر بتلاقي امر سكيل ده متفاعل معاك. غالبا بيبقى في حاجات 2D او لو انت راسم لاين او حاجه زي كده. ممكن تيجي كده وتقول له ايه انا عايز سكيل وتبدا تقول له انا عايز مثلا اخليها الضعف مثلا فيبدا يكبر لك الحاجه. امر سكيل ماشي ممكن تكبرها زي ما انت عايز. طيب هتلاقي في امر هنا لو احنا كملنا هنلاقي في عندي حاجه هنا اسمها ايه هايد ان فيو. تعمل سيلكت على اي عنصر مضايقك وتقول له ايه هايد اليمنت فبيبدا يخفي العنصر دوت. الحته دي مثلا مضايقك هتقول له هايد اليمنت هيبدا يخفي لك العنصر ده. طيب لو انا عملت سيلكت على حيطه مثلا وبدل ما اقول له هايد اليمنت قلت له هايد كاتيجوري. هايد كاتيجوري معناها ايه؟ اخفي لي كل الحوائط اللي موجوده. مثلا انت مهندس معماري وما بتحبش الكهرباء خالص فاي حاجه كبر تري تقول له هايد على طول. طيب عندي مثلا الوول ديت ممكن تقول له مثلا هايد. طب انا اخفيتهم دلوقتي انا اخفيت العنصر دوت اظهره ازاي؟ كل اللي انا بعمله ان انا باجي هنا تحت خالص بتلاقي في نضاره مالناش دعوه بيها. جنب النضاره دي في زي مصباح كده اسمه ريفيل هيدن اليمنت. ريفيل هيدن اليمنت بتدوس عليه بيبدا يظهر لي كل الحاجات المخفيه. يعني كتير قوي هيحصل ان انت تفتح البيان تلاقي حاجه مخفيه حاجه مش ظاهره. انت بتستخدم الزرار ده اللي هو تحت اللي هو جنب النضاره ريفيل هيدن اليمنت. طيب انا دلوقتي شفتها مؤقتا وحتى هو مديها لون احمر شويه فوقف عليها ودوس رايت كليك واقول له ايه انهايد. ان هايد ان فيو خلاص بقى لونها عادي. وتيجي على دي برضه تقول له ايه ان هايد ان فيو خلاص دي بدات تظهر وهكذا. الحاجات اللي انت خفيتها
ادوس عليها وتقول له ان هايد. وممكن تيجي على عنصر فيهم وتقول له هايد، يعني عندي هايد وان هايد الاثنين موجودين في الرايت كليك. خلاص بتدوس عليها تاني تبدا الحياه تبقى معاك وردي وترجع زي ما كانت. ماشي، ده الهايد والان هايد. طيب الناس مركزه معايا؟ طيب في اي مشكله؟ يا لازم نحدد الحاجه الاول. هو الافضل تحدد الاول، بس حتى لو انت لو انت عايز تعمل روتيت الاول اختار روتيت وبعد تختار العنصر اللي انت عايزه. عشان النقطه كمل. طيب دلوقتي انا عرفت حاجه حلوه قوي موجوده في الجوريزم اللي هي موضوع الايرادات. هو الايرادات بتشيل ايرادات، بس حاجه اسمها الفيزابيلتي. الفيزابيلتي دي عامله زي الايرادات بس اقوى من ناحيه فيزابيلتي. دي عباره عن ايه؟ اي حاجه برسمها بتتحط على الليار مربوطه من غير ما اقول له، يعني الوول محطوط على الليار الوول، الشباك محطوط على وهكذا. اكتب في 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 حرف البي وكده في تمام، او في جي بي 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 تمام. ده طلع لك كده اللي هو ماشي بي 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 عارف البي مرتين بي بي سبعة سبعة طيب هلاقي عندي هنا كل اللي راح موجوده، بس اللي راح موجوده مظبوطه من غير ما نبدا فيها جول، من غير ما احط حاجه عليها بتاعتي. على سبيل المثال مثلا هقول له الول اعمل لي ايه، اعمل انشيك للول وقول له اوكي، هتلاقي كل الول اختفى من المشروع. طيب القائمه اللي فوق دي هتلاقيها متقسمه كذا جزء. اول حاجه موديل كاتيجوري، دي الحاجات اللي هي 3 دي. الحاجات اللي 3 دي هتلاقيها هنا، الحاجه اللي هي هتتبني فعلا في الواقع وتشوفها في 3 دي هتلاقيها موجوده هنا، زي الول الدور كل الحاجات ديت. بعد كده بلاقي عندي حاجه اسمها انوتيشن، الانوتيشن دي الحاجات اللي هي 2 دي، زي مثلا الجريد. يعني لو انا عايز اخفي الجريد هلاقيه هنا، لان هو مش هيبقى موجود في الموقع اصلا. جريد بقول له ابلاي اخفى لي الجريد. طيب الاناليتيك موديل دي مش يعني هي جزء منها تبع ستراكشر وجزء تبع تكييف، فمالناش دعوه بيها تمام. طيب امبورت كاتيجوري دي اللي احنا بناخدها بعد كده، اللي هي ان انا ادخل الاوتوكاد عندي في قلب المشروع بتاعي وابدا اشتغل احول الاوتوكاد دي بيني. يعني ناخدها ان شاء الله المحاضره الجايه. المحاضرة الجاية كل مرة بتبدأ مشروع من الأول بس بناخده بشكل مختلف. المرة الجاية هنشوف بقى لو أنا عندي مشروع أوتوكاد هبدأ أطلع عندي المشروع وأبدأ أشتغل عليه. طيب وبعد كده أمر فلتر ده هنشوفه بعدين، ده أمر من الأمور الحلوة بس إيه مش النهاردة. تمام خلينا في الكاتيجوري موديل كاتيجوري. عايز أخفي الباب مثلا هقول له أخفي لي الدور. فين الدور؟ الدور أهو. تمام هقول له اوكي خلاص هو كده اخفى الول والدور. لو عايز ارجعهم بقول له في في واقول له الدور واقول له وول وهقول له الانوتيشن هقول له اظهر لي جريد. طيب القايمه دي فيها حاجه ثانيه؟ تعالى ناخدهم كده واحده واحده. طيب اول حاجه فوق خالص بيقول لي شو موديل كاتيجوري ان ذيس فيو. لو انا شلت العلامه هتلاقي كل حاجه اختفت، يعني كل الحاجات 3 دي هتختفي المشروع تماما. تمام ممكن بستخدمها امتى؟ حاجه مثلا زي الانوتيشن، انت عايز اللوحه دي ما يبقاش فيها اي حاجه تودي خالص، تختارها يخفي لك كل الانوتيشن الموجود. ماشي طيب هتلاقي بعد كده حاجه اسمها فلتر ليست، يعني الكاتيجوري اللي موجوده دول كلهم فيهم معماري وانشائي وكهرباء ميكانيكا. طب انا عايز الانشائي بس، يبقى الفلتر ليست دي مش بيخفي ويظهر الحاجات اللي في الموديل بس بيخفي ويظهر القوائم اللي قدامي دول. هقول له مثلا مش عايز الاركتكشر ولا عايز الميكانيكال ولا عايز الالكتريكال ولا عايز الفايبنج، جاب لي العناصر الانشائيه بس اللي موجوده في المشروع اللي اقدر ايه اعمل شيك وانشيك عليها. تمام لو قلت له اوكي
اظهر لي كل حاجه لان انا ايه قلت له ظهر لي الحاجات كلها. تمام؟ طيب نجرب البي بي. دي من اهم الحاجات تمام؟ يا أي حد عنده مشكلة؟ طيب ال هناخد حاجة كده سريعا اسمها الروم. الروم دي من الحاجات القوية جدا في البيم اللي هو عبارة عن إيه؟ إن أنا بكتب كل الخصائص كل الغرف اللي عندي. تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي يعني هنستمتع بيها جدا يعني. تمام؟ أنا أي شكل مغلق أربع حوائط أو خمس حوائط أو ألوان وكل حوائط مغلقة بعتبرها روم، ماشي؟ طيب هقول له من أرتكشر هتلاقي أمر الروم هوت، هقول له روم وأبدأ أضيف الروم هنا مثلا. تمام؟ ضاف لي الروم وكتب لي الرقم بتاعها. طيب خلينا نضيف بعض الرومز الثانية. أهو هبدأ أضيف الرومز. تمام طيب خليني اعمل سيلكت مثلا على اي روم فيهم. ده انا عامل سيلكت مش على الروم، انا عامل على ال خليني اعمل سيلكت على التاج، التاج نفسه. تمام لو دخلت على ايديت تايب ده التاج ماشي، بقول لي بيقول لي ايه في حاجه اسمها شو اريا، يعني هيكتب لي الاريا بتاعه الغرفه نفسها اهو. تمام طيب لو انا جيت في الحته دي وحركتها معنى كده ان انا وسعت الاريا فهتلاقي الرقم اختلف. تمام طيب يعني انا مش بعمل سيلكت على الروم، بعمل سيلكت على التاج نفسه. وهدخل هنا ايديت تايب واعلم بس على شو اريا. تمام شو اريا هيبدا يظهر المساحه والمساحه لكل الغرفه اهي وبتتغير اوتوماتيك. اول ما انا اغير هتلاقي كل الارقام اختلفت. تمام جربوا الروم ودي حاجه النهارده ودي اللي هنكمل فيها المره الجايه. ونحن نحن 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 نحن
اللي حابب ان هو يخش في الموضوع اكتر او كده في الفولدر اللي هو بيننا عنده فولدر اسمه بيننا محطوط على الريندر فور امبلويز بيننا ماشي هتلاقي في ملف اسمه شرح البيننا ده مشروع كامل زي اللي احنا اشار عليه في كل التفاصيل اللي احنا ممكن هنعرضيه لو حد حابب ان هو يسبق بيننا هبعته لكم هبعته لكم النهارده دلوقتي شرح البيننا تمام بكره ان شاء الله هكمل الروم والتفصيل بتاع التلفزيون Thank you.